مشاهدينا، وللحديث أكثر عن بيان هيئة علماء المسلمين في العراق المتعلق بالتصعيد الطائفي والذي تمارسه أحزاب وقوى السلطة الحكومية في العراق، معنا من عمان الأستاذ معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في الهيئة. السلام عليكم أستاذ معاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ. حياكم الله. بداية، ما خطورة هذا التصعيد الأخير والتحريض الطائفي في العراق في هذا التوقيت بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أجدد التحية لك أستاذي العزيز وللمشاهدين الكرام مشاهدي قناة الرافدين. هذه هي العملية السياسية في الحقيقة من يوم تشكيلها وحتى ساعتنا هذه، تقتات على الطائفية وتتكئ على ما تنتجه الطائفية السياسية من ثمرات فاسدة وأنقاض بالية. دائما نقول نحن في الهيئة أن النظام القائم في العراق لا يقوى على الاستمرار إذا جرد من الفوضى ومنعت عنه الاضطرابات، لأنه في أصله نظام غير سوي، يتناثر في تكوينه مع العقل والمنطق ويتقاطع في سياساته وأدائه مع الواقع وطبيعة المجتمع العراقي. لأن المجتمع العراقي يمتاز بأنه يعني مجتمع تعددي متنوع مفضي إلى التعايش لا إلى الخصام. نعم. ولأن الأمر كذلك، تجد أن القائمين على هذا النظام سواء كانوا من المتحكمين به إقليميا ودوليا أو من أدواته في الداخل التي منحت صلاحيات إدارة العملية السياسية وحكوماتها، هؤلاء لا يجدون من مصدر لإدامة الفوضى وحالة اللا استقرار إلا ببعث الطائفية وبث خطابها بين حين وآخر. لماذا؟ لأن الخطاب النمط الطائفي والعسياني كان يتضمن تحريضا يكون مظنة للخلاف ومصدر للمشكلات، فضلا عن كون الحديث فيه يؤجج حالة من التنافس السياسي بين الشركاء، فإنهم يحولون تنافسهم هذا في العادة إلى صراع في ساحة الشعب العراقي ويلعبون على وتر عواطفه من هذا الباب. وإذا كان الحال كذلك فإن العراقيين هم الخاسرون، هم الخاسر الوحيد من هذه المشاكسات، بينما أبطال المسرح السياسي يحصدون جوائزهم كل حسب حجمه وحسب نفوذه، وهنا مكمن الخطر. أما توقيت هذا النوع من التصعيد، في الحقيقة هو لم يعد يمثل شيئا في حكومة الإطار التنسيقي، لأن الوضع بين قوسين، الوضع الطبيعي بالنسبة لهذه الحكومة، الوضع العام بالنسبة لها هو النمط الطائفي، سواء في المشهد السياسي المغلف بالفساد المستشري فيه بكافة أنواعه أو في طبيعة الهوية الصريحة للمنظومة التي تتشكل منها حكومة الاحتلال التاسعة، السجية الواضحة في معالمها وفي بنيتها وفي سلوكياتها وفي طبيعة وأيديولوجية أحزابها وقواها وميليشياتها، فإن الطائفية هي المصدر الوحيد لأفكارها وحركتها. طيب أستاذ معاذ، دائما ما يعاد تهييج المشهد في العراق بهذا الشكل رغم وجود أزمات كبيرة جاثمة على صدور العراقيين، يعني لماذا يتم كل هذا التجيش الطائفي، خصوصا أن اليوم هناك مشكلة طاحنة ومشكلة كبيرة بالكهرباء، مشكلة وأزمة يعني مخيفة بالنسبة للمياه، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، مشاكل كثيرة جمة يواجهها المواطن العراقي، مثل هذه التصرفات ومثل هذه الأخبار والعطل، ما الذي وراءها؟ نعم، التحريض في إطار الطائفية السياسية كما قلنا هو الوسيلة الوحيدة التي تملكها أحزاب السلطة لتصرف انتباه العراقيين وحتى غير العراقيين مما يهتمون بالمشهد العراقي، تصرف انتباههم عن الأزمات التي تجثم على صدور العراقيين كما تفضلت في وصفها في سؤالك. مشكلة قوى النظام الطائفي أنها لا تمل من تكرار الأكاذيب على الرغم من انكشافها وفضح دوافع خطابها الطائفي تارة والشعبوي تارة أخرى حين تسوقه تجاه الحواضن الشعبية. هي تدرك أن صدى هذا النوع من الخطاب لن يذهب بعيدا في أوساط المجتمع العراقي إلا ما كان في سياق الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي الموجهة، حيث يكثر فيها الذباب الإلكتروني والأبواق التي تريد أن تجعل من هذا الخطاب المشوه حالة عامة وسمة متفشية في البلد. رغم ذلك كله، تجد أن أحزاب السلطة وقواها تستثمر بس هذا الخطاب وتستمر فيه وكأنها تؤدي وظيفة ملزمة بها تماما، مثل ما هي ملزمة بإجراء انتخابات وإن كانت صورية، أو مثل ما ملزمة بإصدار قوانين وإن كانت معطلة ولا قيمة لها، تفعل ذلك بهدف إظهار جسم النظام السياسي على أنه قائم ويعمل. فضلا عن ذلك، فإن يعني محددات اللعبة السياسية في العراق تفرض على اللاعبين
سلوكيات محددة من بينها الخطاب الطائفي. هذا الخطاب الذي يولد الأزمات والفوضى التي تجعل من المشهد السياسي سهل التحكم من جانب القوى التي تديره وتبقيه تحت سيطرتها وفي سياق مطامحها. أحزاب السلطة وأشخاصها ما تزال تراهن على استمالة عاطفة العراقيين طائفياً، لكنها تدرك قبل غيرها أن أهدافها من ذلك لن تتحقق في المجتمع العراقي، لذلك تبث هذا النوع من الخطاب ثم تلحقه بفعل ميداني تتبناه الميليشيات لتجعل من العراقيين ضحايا أمر واقع لا نقص لهم فيه ولا جمل كما يقولون. وإذا رصدنا المشهد، مشهد يوم أمس ما حصل في جامع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يؤكد ذلك. انضرت مباشرة يعني بعد ساعات من الحادث صفحات ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي تهدد مصلي المسجد وأهالي المنطقة وتذكرهم بالأحداث الطائفية سنة 2006 وما جرى للسنة في ذلك الوقت. هذا المشهد يذكرنا بما حصل أيضا في ذلك الوقت بعد تفجير مرقد سامراء، حيث وجدنا أن التحشيد الطائفي كان معدا ومهيئا وكان الإعداد فيه مسبقا، اللافتات وقوائم الاغتيالات والمساجد المستهدفة كل شيء معد ابتداء وتتخذ من حادثة معينة ذريعة للانقضاض بشكل طائفي على العراقيين. طيب أيضا يعني رغم قلة إنتاجية المؤسسات الحكومية بسبب القوانين أو بسبب يعني النمطية في قوانين العراق وكذلك الأنظمة البالية إضافة إلى الفساد الموجود، هناك 150 يوم عطلة في العراق يضاف إليها يوم الغدير، كيف تنظرون في الهيئة إلى إدراج يوم يسمى يوم الغدير كعطلة؟ نعم، هذا من الأمور التي كما يسميها العقلاء من الأمور المضحكة المبكية. واقع الحال يؤكد أن العراق ليس بحاجة إلى مزيد من العطل بعدما بلغ حد التخمة من العطل الرسمية وغير الرسمية. نحن لدينا ما يزيد عن ثلث أيام السنة كل شيء فيها معطل في البلاد تحت دواعي وذرائع مختلفة. عطلة الغدير هذه مسلك متطور بين قوسين، متطور بعض الشيء في سياق الفساد وسوء الإدارة أعطي له لبوس طائفي بغية الحصول على حالة من الاستقطاب الشعبي. بيان هيئة علماء المسلمين شخص هذا الأمر جيدا حين وصفه بفرض مشهد طائفي جديد يعزز حالة الاصطفاف الطائفي في بنيته السياسية ويزيد من كم العطل الرسمية في ظل الفشل الاقتصادي الذي يخيم على البلاد منذ عقدين من الزمن. الاقتصاد العراقي بلغ أدنى مستوى من القاع في التردي والانهيار، وما قضية الدينار العراقي وهبوطه المخزي على الشاكل التي هو عليها إلا مجرد دليل واحد من بين الكثير من الأدلة على هذا الحال. إذا تنظر أنت الآن إلى الدول التي تحترم نفسها والحكومات المعتبرة التي تريد أن تبلغ ببلادها مبلغا ذا شأن في التقدم والإنتاجية والنمو الاقتصادي وما إلى ذلك، تجدها تعمل حسابا بساعات الدوام اليومية وتجري دراسات عن جدوى التوقيت الصيفي والشتوي على سبيل المثال. في هذا الشأن إذا كانت الحكومات التي تحترم نفسها تفعل هذا، فإن مفهوم المخالفة يعطي انطباعا عن مستوى الفشل الذي تمنى به حكومات العملية السياسية المتعاقبة حين تتمادى في إقرار العطل ولا تكتفي بذلك بل تصبغ قراراتها بهذا اللون الطائفي، ولا سيما يعني حينما يكون هذا النوع من القرارات مستندا إلى وهم أو مشهد تاريخي لا يقوم له اعتبار إلا وفق أفهام مغلوطة وأفكار معاقة. نعم أستاذ معاذ، أيضا في ذات السياق يعني ألا ترى أن هناك ازدواجية بتعاطي الحكومة بالعراق بين رفضها أحرق نسخة من القرآن في السويد وقطع العلاقات وغلق السفارة وبين تغاضيها عن حادثة اقتحام جامع عبد الله بن عمر في حي البنوك في بغداد من قبل أحد الذين شغلوا منصبا قياديا في الميليشيات؟ نعم بالتأكيد، يعني وهي الحقيقة ليست مجرد ازدواجية في التعاطي أو المعايير فقط، إنما هو تناقض مفضوح ينبئ عن مسلك طائفي يتخذ من الدين غطاء للسير نحو أهدافه. وإلا فقد سبق موضوع الاحتجاجات المزعومة على حق المصحف، هذه جامع السراج العريق في البصرة عن سبق إصرار وترصد، وأيضا على مدى 20 سنة خلت عبثت ميليشيات العملية السياسية وأحزابها ببيوت الله حرقا وتفجيرا واغتيالات لحق المصلين والخطباء والأئمة على حد سواء. وكان المصحف الشريف نصيب من العدوان الذي ترتكبه هذه الميليشيات بدوافع طائفية وسياسية في جميع أنحاء العراق. إذا أردنا أن نضع الأمور في نصابها فلن تجد أكذب من حكومات العملية السياسية ولا أحزابها ولا القوى التي فيها.
حكومات بغداد المتعاقبة صمتت صمت أصحاب القبور تجاه الإساءة للمصحف الشريف ورسوم الكاريكاتورية والتصريحات المسيئة للإسلام ولنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، صمتت على كل ذلك على مدى السنوات الفائتة سواء ما كان منها في فرنسا أو الدنمارك أو السويد وغيرها. فما بعدها اليوم تذكرت المصحف وبدأت تخرج ميليشياتها لتحتد في الشوارع وكأنها حامية الإسلام وحامية شريعته. الأمر ليس كذلك. الحقيقة أن فورة حكومة بغداد على الحادث الأخيرة لإساءة المصحف إنما جاءت بسبب أن المسيء هذا ذكر بعض الرموز السياسية في العراق وبعض المرجعيات أيضا في العراق وفي إيران، فانتفضت الحكومة وميليشياتها لذلك. إذن هي تنتفض نصرة لأشخاص ونصرة لفئات ونصرة لرموز، لا نصرة حقيقية للقرآن الكريم ولا للإسلام ولا للثوابت. الأستاذ معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا لك.